عزيز والصحفي الرياضي محمد الديك. مساء الخير يا محمد، منور. كابتن الف مبروك اللي موجود، الف مبروك على النادي الاهلي، والف مبروك على حضراتكم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك لافريقيا، الف مبروك للعرب. وجود النادي الاهلي يا كابتن في اي مكان هو اللي بينجح البطوله، باي مشاركه بيشارك فيها النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي كفيل بينجاح البطوله دي. هي من الحاجات اللي الناس اتكلمت فيها، النادي الاهلي حقق رقم قياسي النهارده بوصوله للميداليه البرونزيه الرابعه في انجاز تاريخي الناس كلها شايفاه. كان الجمهور النادي الاهلي يطمح في اكثر من هذا الانتصار. فرحه النادي الاهلي النهارده فرحه كبيره، الصحافه العالميه النهارده اتكلمت بشكل كبير قوي يا كابتن على اداء النادي الاهلي وتحقيقه الانتصار التاريخي. الصحافه اسبانيه، ايطاليه، برتغاليه، جنوب افريقيا، تونس، مغرب، حتى سويسرا اتكلمت بوجود مارسيل كولر. طبعا بدايه في موقع الفيفا اتكلموا النادي الاهلي النهارده حقق الميداليه البرونزيه بعد مباراه شهدت اكبر انتصار او اكبر عدد من الاهداف في البطوله حتى الان، 6 اهداف في مباراه المركز الثالث والرابع، ده هو اكبر عدد اهداف مسجل في هذه المباراه. الموقع 220 مينتس الفرنسي بيتكلموا ان مارسيل كولر قاد النادي الاهلي لتحقيق الميداليه البرونزيه في ثاني مشاركه ليه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. الموقع صحيفه ايبولا البرتغاليه برضو كان ليها اهتمام شويه بالنتيجه وقالت ان النادي الاهلي فاز النهارده في اداء رائع وقدم مباراه كويسه وحقق للمره الرابعه في تاريخه الميداليه البرونزيه. برضو صحيفه سبورت ميديا سيت دي صحيفه ايطاليه تتكلم عن النادي الاهلي النهارده قدم مباراه كويسه وكان الافضل لحد ما سجل الهدفين، اهدر الفريق فرصه ان هو يزيد المزيد من الاهداف، لكن النادي الاهلي بمناسبه الاهداف السيتي جاب الجول الثاني دلوقتي. طيب نتمنى ان هو يعني ما يزيدش العدد ويبقى النادي الاهلي هو صاحب اقوى خط هجوم ان شاء الله. طيب. في البطوله ان شاء الله. اتفضل. برضه لموقع يول البرازيلي بيتكلم ان المباراه النهارده النادي الاهلي استغل كل الفرص اللي اتيحت ليه وترجمها لفرص لاهداف، وقالوا شويه ان النادي الاهلي استغل الخطا من حارس المرمى. طبعا بقيه الاهداف النادي الاهلي كان افضل وكان يستحق. بتاع الصحافه البرازيليه كان ليها وجهه نظر في الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي. برضه صحيفه ESPN البي ان البرازيليه تكلم ان النادي الاهلي النهارده وصل لمنصه التتويج للمره الرابعه، وان علي معلول النهارده لعب مباراه كويسه برغم ان هو اهدر ضربه جزاء، اللي هو نجح في مصالحه الجماهير وتعويض ركلة الجزاء بهدف رائع. صحيح. برضه موقع فوكس سبورتس بيتكلموا ان النادي الاهلي سجل النهارده عدد قياسي في الماتشات النصف او تحديد مركز تحديد الثالث والرابع، برغم ان هم ما شافوش مثلا ماتش الهلال قبل كده، برضه كنا مسجلين رباعيه. من الحاجات الثانيه برضه المواقع سبورتس سوبر سبورت الجنوب افريقي ركزوا ان بيرسي تاو للمرة الثانية على مع النادي الأهلي يصعد منصات التتويج في المونديال. برضو من الحاجات الثانية الموقع إذاعة موازيك التونسية ركزت على نجمها التونسي علي معلول وقال إن هو لعب دور كبير قوي مع النادي الأهلي في تحقيق الميدالية البرونزية الرابعة. من الحاجات الثانية برضو موقع لو 360 المغربي بيتكلم النادي الأهلي يعتلي منصات التتويج وده المعتاد على بطل افريقيا، وقالوا ان النادي الاهلي احتل المركز الثالث 4 مرات وحقق الميداليه البرونزيه بعد 2006 و2020 2021 و2023. من الحاجات اللي برضه المميزه في مباراه النهارده ان مارسيل كولر ده ثاني مدرب اوروبي يحقق البرونزيه مع النادي الاهلي بعد البرتغالي مانويل جوزيه، ويعادل رقم مانويل جوزيه في عدد المباريات في كاس العالم للانديه 7 مباريات. من المفارقات العجيبه يا كابتن برضه فكره ان ياسر ابراهيم بيسجل للمره الثانيه في مباراه الثالث والرابع، بيصل للرقم 3 في عدد اهدافه مع النادي الاهلي. علي معلول يعتبر الهداف التاريخي الاجنبي مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه برصيد 3 اهداف بيعادل فلافيو. من الحاجات الارقام المميزه النادي الاهلي النهارده بيصل لمباراته رقم 25 في كاس العالم للانديه. من الارقام القياسيه حسين الشحات يواصل طبعا تحطيم الرقم القياسي اللي بيسجله نفسه كاكثر اللعيبه تسجيل الاهداف. دي كلها كابتن من الحاجات المميزه اللي النادي الاهلي اسعدنا بيها. بعيدا عن الانتصار نتمنى ان شاء الله دي تبقى بدايه الانطلاقه
ونتمنى ان شاء الله في الامارات يحتفل النادي الاهلي كعادته دايما باحتفاله ان هو يرجع بالسوبر ان شاء الله من الامارات، وتبقى سنه ان شاء الله نهايه سنه سعيده، والنادي الاهلي دايما في الصداره، وتاريخ النادي الاهلي هو الاهلي بيكتبه، مش مش اي نادي تاني في افريقيا. صحيح، ده كل اللي كان موجود معانا النهارده. شكرا جزيلا ديك، شرفتنا. سريعا كابتن شريف قبل ما